السلام عليكم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه النهارده؟ عايزين نعمل، طبعا كل سنه وانتم طيبين، عايزين نعمل شويه قراقيش. طبعا ما احناش عملنا ما عملناش كحك ولا حاجه السنه دي، فهنعمل شويه قرص طريه او قراقيش زي ما انتم عايزين. احنا هنعمل منها الرفيع ونعمل منها المدور. فانا مجهزه معايا دلوقتي كيلو سمنه اهو، انت عايزه تحطي نص زيت نص سمنه براحتك. دلوقتي معايا كيلو سمنه، معايا الدقيق بتاعنا اهو. طبعا انا اتحاها جدا، انا مش طايقه امسك الحله، طبعا اتحاها. الدقيق بقى فيه تكه عايزه اقول لكم عليها، هنعملها مع بعض. شايفين الدقيق بتاعنا اهو؟ انا هعمل ايه بقى؟ على الاقل جايه صغيره. هعمل ايه؟ هاخد من الدقيق بتاعنا اللي انا نخلاه اهو، واحد اتنين تلاته، تلات معالق اهو، تلات معالق من الدقيق خدتهم نقصتهم من الاتنين كيلو دقيق. ليه بقى؟ هقول لكم دلوقتي. هاخد بدلهم تلات معالق نشا. ليه هاخد تلات معالق نشا؟ انا عايزه القرص بتاعتي تبقى حلوه. النشا بيحسن، محسن حلو جدا للايه؟ للعجين بتاعنا. انا حطيت ايه، اتنين ولا تلاته مش عارفه، المهم ان انا حطيت دلوقتي بدل الدقيق نشا، تمام، اللي هو الكميه اللي احنا نقصناها حطينا بدلها النشا بتاعنا، تمام كده اهو. طبعا الدقيق نخلين. مجهزه ايه بقى للعجينه بتاعتنا دي؟ مجهزه سمسم، مجهزه للاتنين كيلو دي كيسين خميره، مجهزه ريحه المحلب اللي بيقولوا عليه، كيسين بودره، لبن بودره، مش قادره اقول لكم بيغير طعم العجينه ازاي. مجهزه طبعا كيسين فانيليا وكيس كيس شيف، ومجهزه كوبايتين لبن، ومعانا السكر بتاعنا، تمام كده. انا خدت النشا وحطيته على الدقيق زي ما انتوا شفتوا كده. هاجي بقى على اللبن بتاعنا. كوبايتين اللبن دول هحط لهم، بصوا، واحد اتنين تلاتة سكر، تلات معالق سكر، وممكن اخليهم اربعة. كل كيلو دقيق عليه معلقتين سكر، تمام كده. اربع معالق هرمية من السكر. السكر ده بيعمل ايه بقى؟ بيخلي وش القرصة محمر، تمام كده. وجايبة طبعا مجهزة الخميرة بتاعتنا اهي، الكيس بتاعها الخميرة ديت 10 جرام اهو، بصوا اهو، عشان تبقى الخميرة بتاعتنا حلوة. ممكن احط كيس ونص اهو عشان ما تبقاش زيادة. حتى المقص جاي قدامكو، تمام اهو، جبت مقص غيره خالص اهو. بص هحط كيس ونص خميرة عشان انا مجهزة البيكنج باودر. بصوا عايزة اعمل بقى حاجة كده صح الصح، لازم ادوب الاربع معالق سكر، تمام. انا عندي زبدة كانت في الفريزر، سيحتها شوية اهو عشان تبقى واخدة طعم الزبدة برضه، تمام. طبعا الدقيق بتاعنا اهو، تمام، السمنة بتاعتنا اهي. هاجي بقى عشان يعني السمسم بتاعنا ياخد قدحة، هديله رشة مع الايه، السمنة، عشان السمنة دي مغلية وسخنة جدا. فانا هدي السمسم كده طريقة غير مباشرة، ان انا اسخن السمسم او احمصه بس بطريقة غير مباشرة، تمام كده. هاجي بقى اهو هديله تقليبة كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى زي ما انتوا شايفين الدقيق بتاعنا، عايزة اديله، بصوا، رشة ملح، دي طبعا سنة، رشة صغننة خالص، تمام كده. هاجي بقى انا طبعا نخلة الدقيق بتاعنا وحطاه في الصينية دي عشان يبقى الدقيق بتاعنا منخول وحلو، بس هنخله تاني. هنخله تاني ازاي؟ طبعا السمنة قدامنا اهي، بصوا اهو، هنخله تاني. وفي طريقة برضو عايزة اقول لكم عليها، طريقة الكوباية حلوة قوي، انا عملت لكم منها فيديو قصير، ان انتي تحطي بالكوباية، وهوريكم برضو بنعملها ازاي اهو. لو انتي بقى مش عايزة تبهدلي المطبخ، هتجيبي كوباية الدقيق كده وتروحي حطوها، وشايفين بتتنخل بسهولة اهو. كوباية الدقيق اهي خلصت اهي، بصوا، بطريقة سهلة. هنعمل واحدة كمان،
اهو عشان الدقيق ما يقعش اهو. بصوا اجيب اهي الكوبايه واعمل كده ولا تبهدلي المطبخ ولا تبهدلي حاجه. على فكره دي تاني مره انخل الدقيق، كل ما تنخلي الدقيق بتاعك كل ما يكون حلو جدا اهو. بصوا عشان يديكي طريقه حلوه وسهله اهو، وكمان ما تبهدليش المطبخ بتاعك اهو. شايفين اهو، بصوا بتنزل حتى الكميه بطريقه سهله وبسيطه جدا. هندخل بقى الدقيق بتاعنا وارجع لكم. وهنا زي ما انتم شايفين انا نخلت الدقيق بتاعنا كله اهو، بحاول اشربه للسمنه المقدوحه بتاعتنا. طبعا بصوا يعني انا سانده على الحله كده، لكن الحله مولعه والسمنه مولعه. شايفين انا بحاول ان انا ابردها بالدقيق عشان هي مقدوحه. ليه مقدوحه؟ بنقدح السمنه ليه؟ هنعمله على السخن ليه؟ عشان القرص دي ممكن تقعد عندك شهر، ممكن تقعد شهرين حسب استهلاكك. يعني قدح السمنه ده عشان خاطر ان احنا ايه، نخليها تقعد عندنا وقت جامد. وطبعا برضو غليت اللبن، واللبن برضو كان دافي وحطيت فيه. طبعا الخطوه بقى اللي جايه دي ان احنا بقى هنبس السمنه ونشربها للدقيق. بصوا اهو انا عايزه اشرب السمنه كلها في الدقيق. زي ما انتم شايفين هي لسه سخنه برضو، بس التكه دي السخونيه دي اللي هتخليها حلوه جدا. طبعا انا حطيت في الحله الالومنيوم دي علشان خاطر السمنه ما فيش اي بلاستيك هيتحمل غليان السمنه دي، انا قدحتها بمعنى اصح. شايفين اهو بحاول ان انا مش بعجن، انا يعني بشرب السمنه بالدقيق اهو. بصوا مفيش بقى، مش عايزه الاقي نقطه دقيق باينه ولا على طرف الحله ولا بره اهو. هقعد بقى اعملها وبسها وارجع لكم. هنا طبعا انا حسيت خلاص السمنه ايه، تقريبا العجينه اتشربت. هنزل بكيس اللبن البودره برضو عشان اعجنه معاها ويبقى واضح، لان انا كده شربتها الدقيق بتاعها كله. تمام كده هاخد برضو معلقه من الايه اللي هو اللي هي ريحه الكحك دي، برضو بتخلي الريحه حلوه، بس ما تكتروش عشان بتغمق الايه العجينه. طبعا دول 2 كيلو هقدر في حوالي معلقه اكل كبيره. تمام كده اهو، يعني انت بتجيبي ب5 جنيه ما بتاخديش منهم بجنيه. تمام كده. عندي بقى حاجه عايزه اقول لكم عليها، بصوا دي كريم شانتيه، دي برده هتحسن العجينه وتخليها حلوه قوي. هي معلقه كريم شانتيه. تمام كده. في كمان الايه الكيك شيفت، هحط برده حوالي معلقه كده اهي، معلقه كفايه. هي الكيس عباره عن معلقتين، هناخد معلقه واحده اهو. تمام كده اهو، ونبدا بقى نشربهم. انا كنت عايزه ادي كيس اللبن البودره التاني اهو، بس انا عندي لبن اللي انا بدوب فيه الخميره بتاعتنا اهي. طبعا اهو ببدا بقى اشرب الايه الحاجات بتاعتنا دي، وفي اخر مرحله هنزل بقى بالايه بالريحه الفانيليا عشان تدي الريحه الحلوه في التكه الاخيره. شايفين الاتنين كيلو دقيق بقوا عاملين ازاي اهو. بشرب طبعا اللي هي ريحه الكحك دي، احنا بنعمل قرص بس هي بتدي ريحه حلوه برضو لو انت عملتيها للايه للكحك بتاعك. وهنا طبعا انا شربت بصوا كله في بعضه خلاص اهي. هنزل بقى بالخميره بتاعتنا اهي، هنزل بيها شويه بشويه، وشويه اللي بنزلهم بفضل ايه اشربهم للايه للعجينه بتاعتنا. تمام كده. طبعا ايه دي اللبن اللي احنا عاملينه، انا ما حطيتش فيها ميه خالص اهو، لبن طبعا دافي اهو. بصوا ببدا بقى ايه اشربها برده مش بعجن، بس بشرب الايه العجينه اللبن. يلا تشرب هي لبن واحنا صايمين. بصوا اهو اهي بدات العجينه بقى تظهر معانا اهي، كانت السمنه عامليها. بسم الله اهو نبدا بقى ايه نشربها كل الايه اللبن اللي احنا نزلنا بيه.
وهنا بصوا على معلقة مية، هي طبعا خدت معايا كوباية مية كمان، يعني كوبايتين لبن وكوباية مية. وهنا على معلقة مية بدوب الايه الكيسين الفانيليا بتوعنا عشان اشربهم للايه للعجينة بتاعتي، عشان تدي ريحة حلوة، ودي في اخر تكة علشان ريحة الفانيليا تفضل موجودة. في حاجة بقى كمان دي بقى بعملها زيادة، انتوا عايزين تعملوها براحتكم، مش عايزين براحتكم برضه. انا بحب الايه الزبدة اهي الفلاحي، طبعا انا بديها يعني قطعة بسيطة كده، وبنزل على الاتنين كيلو دقيق بمغرفتين صغننين، يعني يعتبر معلقة تلات معالق كده سمنة. دي بقى ستي كانت الله يرحمها تقول ايه دي كحك الفطامة، يعني بتفطم بقى الكحكة اهي، يعني اخر حاجة في العجينة ان انت بتفطميها بايه بمعلقتين تلاتة سمنة بلدي بقى، دي اللي هتدي الريحة، وهي طبعا اخر حاجات هي اللي بتدي الطعم والايه والنكهة الحلوة اهي. بصوا شايفين انا حاسة، بصوا ريحة العجينة ما شاء الله بقت في منتهى الجمال، وطبعا الفانيليا اللي احنا دوبناها في معلقتين مية، بصوا العجينة بقت ما شاء الله جميلة. انا بقى دلوقتي هعمل ايه، انا هروح سايباها تخمر بقى شوية ساعتين كده، وبعدين ابقى ارجع لها نعملها كده بعد الفطار ان شاء الله. اهي بصوا ما شاء الله، عايزة تتأكدي ان عجينتك ناجحة اهي، بصوا كوريها، وكمان ايديكي طالعة منها، بصوا مفيهاش اي حاجة اهي، عجينتك كده جميلة. طبعا انا عملت البلح اللي كان عندي عملته عجوة، عشان انا منزلتش اشتريت عجوة، فطبعا عملت البلح ايه بقى، حطيت على البلح اللي عندي نص كوباية مية مغلية، وسبته كده حوالي 10 دقايق، فطبعا باش البلح باش خالص، ورحت حط عليه معلقتين سمسم ومعلقتين سمنة بلدي من دي برضو، خليته بصوا فك خالص. انا حطيته بقى دلوقتي لفتهم ببعض وحطيته في التلاجة شوية عشان يتماسك. تمام كده اهي العجينة بتاعتنا بقى اهي، تمام هغطيها بقى بالغطا بتاعها. بصوا بقى العجينة اهي دلوقتي خلاص عجناها وتمام التمام، هغطيها كده بالحلة بتاعتنا تمام، وبعدين اغطيها برضو كده عشان تبقى يعني ما تدخلش فيها هوا خالص، وتركنيها بقى تجهزي فطارك وتجهزي حاجتك، وما يبقاش عندك ولا المطبخ متبهدل ولا اي حاجة. اهي هتغطيها كده لما ساعتين ثلاثة لحد ما تفطري وتجهزي حاجتك، وبعدين تروحي عاملاها، مش هتاخد معاك وقت. هسيبها تخمر بقى وابقى ارجع لكم. وطبعا هنا انا جهزت بقى العجوة بتاعتنا تمام كده، وجايبة دلوقتي اكياس عشان نظبط العجوة ونعملها في الاكياس. بصوا بصوا بتفتحي الكيس كده، عايزة افتحه بالمقص بس المقصات مش مساعداني اهو. بصوا هنفتح الكيس بتاعنا كده اهو، لازم كيس جديدة ونظيفة تمام كده اهو، وندهن الكيس بتاعنا سمنة اهو، عشان طبعا العجوة ما تلزقش في الكيس، ونقعد بقى نشد ونعمل، احنا عايزينها تفضل سليمة اهو، عشان نعمل منها اللي هو كعب الغزال والحاجات اللي احنا عارفينها دي. تمام كده، وهجيب طبعا قطعة العجوة بتاعتي اهي، هزود برضو حتة كمان عشان انا عايزة اعمل اهو، وهجيب الكيس التاني برضو، انا برضو دهناه سمنة، ونبدأ بقى نفرد العجوة بتاعتنا كده. بصوا هي قطعة من البلح اهو، عايزة بقى طبعا العجوة في ايديكي، عايزة توصليها، عايزة اهي يعني انتي الموضوع في ايديكي اهو، نطول نقصر تعملي اللي انت عايزاه، انت هتبقى العجوه في ايديكي وهتقدري تصممي الفكره فيها. بصوا اهو عشان نعمل ايه الفكره اللي هي نعمل رول كده، وطبعا نحط عليه العجوه. تمام كده انا بحاول ان انا افردها اهو بين الكيسين، ونشوف بقى الحتت اللي ناقصه هنبدا نزودها من هنا اهي، الحتت اللي ناقصه، الحتت اللي زايده برضو نشيل منها اهو.
فاهمين الفكرة؟ انا عايزة شكل الرول المستقيم بقى اهو. نبدأ نرول العجوة بتاعتنا، نخليها رول اهو. شايفين الفكرة اهو؟ دي برضو دي تخينة، اقدر ارفعها كده اهو اهو. تقدري تسويها تعملي فيها زي ما انت عايزه. طبعا كده العجوة دي بقى ايه، خلاص انا عملتها الرول اللي انا عايزاه. اركنها هنا، هجيب كياس تاني. لو انت بقى عايزه تعملي نفس الشكل يعني من العجينه، تعملي نفس الشكل اللي احنا بنقول عليه ده اهو. بصوا اللي هو هنعمل ايه، كعب الغزال اهو. ممكن مثلا هنا اعمل قطعه بس مش كبيره، اخلي الكيس ده يرولها من فوق لتحت. بصوا يعني الفكرة ازاي اهو. برضو ممكن فكرة تعمليها انتي اهو، اجيب برضو السمنة عشان اعمل عازل بين الكيس وبين العجوة اهو. وده اللي خلى العجوة تمشي جدا في النشابة بطريقة حلوة جدا اهو. بصوا هجيب مثلا العجوة بقى بتاعتي اهي اهي، تمام. من نفس اهو، هاخد واحدة كمان اهو من نفس الكيس اهو، هتروليها اهو. ده طبعا البلح اللي عندك بتاع رمضان اللي فايد من رمضان. انا عندي الولاد مش بيحبوا البلح قوي. بصوا بقى، وانت كمان وانت بتعمليها كده تقدري كمان تحطي في الفراغات اللي هي في النص دي اهو، تقدري تحطي تكملي الشكل اللي انت هتعمليه من نفس الكيس اهو. ما عملناش كيسين ولا حاجه، من نفس الكيس، تمام. تقدري برضو تزودي اهو الحته اللي ناقصه، تزوديها اهي اهو. وطبعا نبططها كده اهي، شايفين الفكره؟ حلوه وسهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه. وعملنا الرول اهو، جهزناه. هنجهز بقى الرول العجينة، نفس الفكرة برضو، بس ايه، هنحط العجينة عشان ننزل عليها بالايه اهو الكيس بتاعنا. انا جبت بكرة الرولات دي عشان حجم الاكياس كبير، جبتها من كوكو اند اس. بصوا عايزة عبوس اهو. بصوا، ونفتح الركن برضو اللي ورا اهو اهو، تمام كده. وهجيب بقى قطعة من العجينة بتاعتنا، بسم الله. هحط برضو شوية سمنة عشان الكيس برضو ما يزدحلقش معانا، وهنرول الايه العجينة بتاعتنا اهو. تقدري برضو تلفي الكيس كده، تعجبيه كده زي ما انت عايزة. الفكرة هتيجي معاكي وانت بتعملي. بصوا اهو، بس متهيألي لو انا حطيت كيسين كانت هتدي كمية اكبر. شايفين الرول بتاعنا اهو؟ بصوا انا بحط بقى كده الرول العجينة على الرول العجوة على العجينة. بصوا اهو، بحاول ان انا ايه اظبطها على قد العجينة بتاعتي اهي، تمام كده اهو. انت لقيتي بقى حتة، ونبدأ بقى ايه نرولها عشان نعمل اللي هو كعب الغزال، تمام كده. كنت ممكن الفها من الناحية التانية بس عادي اهو. ونيجي بقى نقطع بالسكينة بتاعتنا. هنا فصلت نص العجينة اهو
اهو بحاول ان انا ادخلها بحيث ان العجوه برده ما تبقاش طالعه بره، وممكن اقفلها برده بقطعه من العجين عشان العجوه ما تتحرقش. بصوا يعني انا ممكن ايه اقفلها كده بحيث ان الايه العجينه طبعا هتقفل على الجزء ده اهو عشان العجوه طبعا ما تبانش بره اهو. وابدا ان انا ايه اضغط على العجينه بتاعتي كده، لو انا عايزه اعملها كبيره صغيره ارفعها كده يعني انت حر اهو. ونبدا بقى نقطع معانا طبعا السكينه دي متعصره عجوه اهو، بنحاول ان احنا نرولها اهو. بصوا هيبقى الشكل طبعا الصينيه دهنتها بالسمنه اهو، بصوا ده برضو هيبقى شكل اهو. بصوا بقى اهو واديله بقى نغزه بالشوكه كده عشان ما يقبش اهو. بصوا الفكره طبعا انا مولعه الفرن اهو، وابدا بقى ان انا ادخله الفرن بتاعنا ونعمل شكل تاني عبين ما ده يستوي، هنكون عملنا اهو الشكل التاني اهو. بصوا العجينه والبلح اللي كان باقي من رمضان، كل حاجه ما شاء الله اهي، تحسوا ان هي جميله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اهو. هدخلها بقى الفرن وارجع لكم. وهنا بقى بصوا بعمل صينيه تانيه اهو اهو، ببدا حطيت كيس على كيس عشان طبعا ولا تلزق في النشابه ولا تلزق في ايدي. وعندي بقى اللي هي الاشكال بتاعه الشكل بتاع الدونات اهو، ممكن اعمل الايه القرص المدوره اهي. بصوا احط في الصينيه طبعا اهي، واعمل قرصه كمان اهو. بصوا مش بشيل طبعا التجويف اللي في النص اهو زي ما انتم شايفين اهو، ممكن بقى تنقشيها ممكن تخليها زي ما هي كده حسب ما انت عايزه اهو. انا طبعا مش هعمل كحك اهو، فانا ممكن يعني من القرص بتاعتنا دي ننقش واحدتين ثلاثه كده عشان ايه يبقى الولاد يحسوا ان احنا عندنا كل حاجه اهو. شايفين الفكره بسيطه وسهله جدا جدا اهو. ممكن اوسع لواحده تيجي كمان واحده كمان اهو. انت بقى عايزه تنقشيها عايزه تخليها قرصه زي ما هي، طبعا هي ناعمه، شويه السمنه اللي احنا حطيناهم على الوش خلوها حلوه جدا وناعمه. ممكن تدي شكل كده اهو شكل جمالي بس عشان ايه ما تحسيش ان هي ساكته كده. نعمل برضو صينيه شكل اهو، بصوا نقشه بسيطه خفيفه اهو، بس هي مش الهدف ان هي تبقى كحكه، هي قرصه بس. انا ما بحبش احط على القرص يعني اي حاجه، بحب كلها ساده يعني، حتى العجوه دي انا مش بحب القرص بالعجوه اهو. شايفين وادخلها بقى الفرن، شايفين شكلها، انا شايفه والله الكاميرا ظلمها، هي من هنا شكلها جميل جدا. هروح بقى ادخلها الفرن. وهنا بقى برضو بنعمل شكل ثالث اهو، انا بحاول ان انا الم العجينه اهو عشان نعمل شكل المنين بقى اهو بتاعنا. بصوا هفتح بقى العجينه كده اهي، واجي بقى بالايه بالصوابع العجوه بتاعتنا كده، ممكن انقصها اهي، واحط بقى هنا كده صوابع الايه العجوه بتاعتنا اهي. تمام كده، وابدا ان انا اقفل برضو عليها اهو. شايفين بقفل عليها عشان طبعا شكل العجوه ما يبانش تماما اهو، وارجع تاني ايه الفها اهو من كده وكده بالكيس المشمع. برضو ما عملناش اي حاجه اهو بالكيس المشمع بتاعنا، وابدا ان انا احرك العجينه بتاعتي عشان طبعا تقفل اهو، ما يبقاش فيها ولا جزء اهو. تمام كده هبططها بقى اهو. ممكن عندي القطاعه، بصوا هدهن بقى الصينيه بس اول مره، بس
اول مره نحط فيها الايه العجين، لكن بعد كده هي تبقى متعصه سمنه مكان الايه العجين بتاعنا. انا عايزه قرص طريه، بصوا تمام كده اهي، احطها هنا وهاجي بقى على الايه العجينه بتاعتي. هقطع اول قطعه دي بقى مش عايزاها، عايزه الشكل يبقى ايه بالقطاعه المزكرشه كده اهو. بصوا طبعا لازم كنت اشيل اول باول من العجوه دي هنا، واخلي الايه الصينيه دي قدامكم كده اهو، من غير برضو ما ندهن الوش اي حاجه اهو. بصوا شكلها طبعا، لان انا عايزه ابط العجينه هنا اكتر شويه. بصوا ممكن اجي من الجنب اهو، ادي برضو الشكل المزكرش اهو من الجناب اهو، وابط برضو العجينه اكتر وابدا اقطع اهو. عايزه اصغرها ماشي، عايزه اكبرها مفيش مشكله. بصوا انا كنت عايزه اوريكم اول صينيه طلعت في الفرن، بصوا بصوا الجمال، شايفين ما شاء الله جميله جدا، شايفين والعجوه طريه وجميله جدا. انا حبيت بس اوريكم اول صينيه طلعت من الفرن، وهجهز برضو ادخل الصينيه الثانيه اهو. بصوا بتقطعيها بطريقه سهله ما فيهاش اي حاجه اهو، يعني تقريبا بصوا ما خدتش 10 دقايق في الفرن وطلعت اهو. ونبدا برضو نشيل بقى الزياده العجوه عشان ما تتحرقش اهي اهي، وبطها. ولو لقيتي ان هي كبيره انقصيها من الجناب مفيش مشكله، مش هتقول لا اهو. ونبدا نصغرها كده، لان انا مش بحب اي حد يقطع حته ويسيبها، لا اللي ياخد واحده لازم يخلصها. انا عايزه اوريكم شكلها، شايفين الشكل والجمال ما شاء الله حلوه جدا اهو اهو. لو حسيتي ان في قطعه كبيره انقصيها، انت معاكي القطاعه تقدري تقطعي زي ما انت عايزه وبالشكل اللي انت عايزاه. وهدخل برضو الصينيه دي في الفرن واجي لكم تاني. وهنا بقى ده الشكل الثالث اللي انا بحبه، اللي هي القرص الساده المبسوسه اهي. بصوا اهي دي بقى اللي انا بحب اشرب بيها الشاي، ولا فيها عجوه ولا فيها ملبن ولا اي حاجه، انا بحبها دي كده اشرب بيها الشاي اهو او النسكافيه، بتبقى جميله جدا وبسيطه جدا جدا. هي دي بقى حبيبتي اللي انا بحبها، هدخلها الفرن واجيب لكم بقى الشكل النهائي. بصوا برضو الشكل ده سهل جدا وبسيط وسادة طبعا عشان نشرب بيها الشاي، بسيطة كده اهو، حتى لما نيجي نفرق منها ولا حاجة تبقى ايه ترمي معاكي كتير كده اهو. بصوا بسيطة جدا مفيهاش اي حاجة، وعلى الكيس المشمع ده هتحسي بالفرق ان العجينة ماشية معاكي وحلوة جدا. شايفين فكرة بسيطة جدا وسهلة، عملناها من بداية العجينة لحد ما هو انا سبتها يعني ساعتين بس، ما خمرتش اكتر من كده اهو. البودر طبعا خلاها طلعت بسرعة اهو، ممكن دي نعملها واحدة مدورة كده صغننة اهي، لا صغننة قوي اجيبها حتة كمان اهو. بصوا هتبقى، وممكن تعملوها عارفين ممكن تعملوها قرصة، يعني نعملها قرصة كده. ممكن اجيب القطعة دي هنا عشان نفضي مكان اكبر، نعملها قرصة كده مدورة ونروح قاسمينها اتنين. بصوا برضو ده شكل بسيط جدا وسهل، وفي نفس الوقت هي قرصة بس انتي عملتيها اتنين بالمنظر ده. وادخلها الفرن بقى وارجع لكم بالشكل النهائي. وطبعا الكمية كتيرة، بس انا اكتفيت ان انا اجيب لكم الثلاث صواني المولعين دول. يعني بصوا انا حاسة، بصوا اللون باين عندكم ان هنا احمر وجميل طبعا من لبن البودر والسكر، شايفين الشكل الجميل النهائي. طبعا الصينية دي لسه خارجة سخنة، بصوا شكلها، بصوا القراقيش جميلة ازاي
اهي دي القراقيش ام عجوه، انا حاطه اللي في الفرن دلوقتي القراقيش الساده ده، طبعا اللي هو كعب الغزال. بصوا عامل فاصل كده، فاصل بالعجينه اللي هي عملناها على الكيس المشمع، شايفين؟ طبعا انا عايزه اوريكم واحده بس تكون بارده شويه، كله سخن اهو. بصوا بصوا شكل العجينه، وكل اللي خمرته هو ساعتين بالظبط، يعني انا سبتها ترتاح شويه وبعدين قلت لها تعالي لي بقى، عملت العجوه ورحت عاملاه. ايه رايكم في الفكره؟ طبعا بصوا انا مبسوطه بلونه قوي، ولا حطيت دهان وش بلبن بودره، ولا دهنت بيض ولا اي حاجه، هي العجينه كده كامله متكامله باللبن البودره، خلاها جميله. واتمنى تفكروا تعملوا زيها، واشوفكم بخير في الفيديو القادم. الى اللقاء، باي باي، سلام عليكم.